واحنا دلوقتي قاعدين حسيت كده انه كأن عروسة رايحة تقابل العريس بتاعها. بتعمل ايه؟ اكيد بتلبس احلى حاجة عندها وبتعمل شعرها احلى حاجة، ولو لو هي في حالة وحشة جدا مجرد انها سمعت انه هتقابل العريس الحد اللي بتحبه هتفرح قوي، هتنتهي قوي، هترمي القلم والتعب والهم والقرف، مش كده؟ تعالوا نقول له كده يا رب احنا عايزين ندخل زيارة، نشيل الخطايا بتاعتنا، نسيب الهموم بتاعتنا، نرميها تحت رجليك ونفرح بيك. الكتاب المقدس بيقول كده: تفرح قلوب الذين يلبسون الرب. لو النهارده انت وانا وانت جايين طالبين وجهه، ده وعده: تفرح قلوب الذين يلبسون الرب. تيجوا في بدايه وقتنا نقول يا رب احنا هنخش معاك واحنا خفاف كده، قبل ما نسبح وقبل ما نعمل اي حاجه يا رب عايزين نرمي همومنا، نرمي خطايانا، نرمي اتعابنا، نرمي اللي ورانا والمسؤوليات والاحمال. امين. لأن كل آلهة الشوق أصلا أمر
قدامه العز والجمال في مقدسكم. قدموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجدا وقوه، قدموا للرب مجد اسمه. هاتوا تقدمه وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في زينه مقدسه. ارتعدي قدامه يا كل الارض، قولوا بين الامم الرب قد ملك. ايضا تسبلت المسكونه فلا تتزعزع، يدين الشعوب الاستقامه لتفرح السماوات ولتبتهج الارض، ليعد البحر وملؤه، ليجدل الحقل وكل ما فيه، لتترقب حينئذ كل اشجار البحر امام الرب، لانه جاء لدين الارض، لدين المسكونه بالعدل والشعوب امامته. امين. ده اللي الرب النهارده بيطلبه من شعبه، برنمه للرب يا كل الارض. تعالوا نخش نقابل العريس بتاعنا بالزينه المقدسه بتاعته وايدينا مليانه. تعالوا نملا ايدينا النهارده بالحب، نملا ايدينا بالتسبيح وندخل ديوانه. امين. ممكن اسال كم واحد عايز يسبح ربنا النهارده؟ كم واحد جاي عشان يسبح ربنا النهارده؟ طب ممكن تقوم نسبح ربنا مع بعض؟ انا هدخل ديارك يا رب بايديا مش فاضيه، لكن هدخل بمليان حب، قلب مليان حب، شاكر وفرحان ليك. امين.
Oh,
وقول لي اسم محمد، وابتديت ارنم بس حته انت عالي دي بس كده. بعد لحظات لقيت نفسي انا اللي عليت، انا عالي 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 عالي، الظروف حواليا زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت، بس حسيت ان انا فوق. لو لسه مش قادر تسبح ربنا، لو لسه تعبان مضغوط، قول يا رب انا برفعك فوق ضعفي، بعليك فوق تعبي، فوق ألمي، فوق ظروفي، فوق قيودي.